الله. هلا والله وسهلا. أبو كتاب اسمه علي نعيمي من البادية إلى النفط. طبعا علي نعيمي هذا وزير البترول السابق. طبعا أنا ما قرأت كتاب عشان ما تكشخ به، لكن حقيقة أنه مرت علي فيه معلومة الصراحة أنه يعني قامت تحرق رأسي. يقول الدكتور علي أو الوزير علي، يقول لو كان الفشل جزء من المنهج الدراسي لحصلت فيه على امتياز. طيب وش هالمناسبة هذه؟ يقول الدكتور أو الوزير علي، يقول طولت من 4 وظائف، مو بواحد ولا اثنتين، من 4 وظائف في غضون 4 أشهر. يا إخواني، فشلك أحيانا ببعض مراحل عمرك ترى ما يعني أن الحياة انتهت. يوسف حلتوه بالبير وطلعوه، ثم بعد هذا بيع بثمن بخس دراهم معدودة، ثم أصبح على خزائن الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية عمره ترى رعى الغنم، ثم انتهت به الحياة عليه الصلاة والسلام، ما هو يرعى الأمم إلى ساعتنا هذه، والأمة تعلم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تيأس.